طبعا القرء بارك الله فيكم من كلام العرب من الأضداد، يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، ولكن هنا يراد به الحيض، ولان ان يعني الاستبراء انما يكون بالحيضة ولا يكون بالطهر، انما يعلم طهارة الرحم. لماذا جعل مثلا استبراء الخلع بحيضة واحدة؟ لكي نتأكد من خلو الرحم من ايش؟ من الحمل. ولماذا جعل الاستبراء لمن طلقها زوجها ثلاثة قروء؟ لإعطاء فرصة أطول للرجعة، واضح ولا لا؟ إعطاء فرصة أطول للرجعة. وأما معرفة خلو الرحم فتحصل من إيش؟ من حيضة واحدة، ولكن إعطاء فرصة للرحم للأسف للزوج ليراجع نفسه جعل العدة إيش؟ ثلاثة قروء. وهكذا لمن كانت صغيرة أو كبيرة ثلاثة أشهر ليراجع الزوج نفسه. نعم.